يعني الناس دي هتستهبل ولا ايه؟ اقول مليون تقول 20,000. انا وهند حاولنا معاها كتير ولسه مكلمينها حالا، وزي ما بقولك كده هي رافضه تدفع المبلغ ده. قولي له ممكن نضغط عليها ونخليها تدفع 5 كمان. سمعت هند بتقول ايه؟ 20,000 ايه اللي بتكلم عليهم؟ وانا ببيع ايه بالظبط؟ بقولك ايه يا اكرام، هعتبر ان انا ما سمعتش اي حاجه، لان انا لو سمعت ردي لا هيبقى لا بالعربي ولا بالانجليزي، هيبقى بالاسكندراني. فهماني طبعا يا اكرام. مع السلامة، هكلمكم تاني. مع السلامة. مع السلامة. ايه اللي جابك؟ ايه البق الحمضان ده؟ ايه اللي جابني؟ للملف السعدي يا دكتور. لا لا لا، انا قصدي يعني المفروض ما كنتيش تخرجي يعني بعد اللي حصل امبارح. امال ايه، حافظة المحبوسة 13 سنة؟ الأعمار بيد الله. لا انا في عرضك، قصدي في طولك يعني. لا بلاش لسه بيع اللي انت فيه ده. ليه بتخاف عليا؟ وانا ما كنتش يعني اخاف عليك. اخاف على مين؟ ده انت مشروع العمر، انت السبوبه. اهي السبوبه بتاعتك كانت هتروح امبارح في 60 دقيقه. بقول لك يا هشام، افرض حصل كده كنت هتعمل ايه؟ يا نهار اسود، ده انا هبقى خسرت يعني الجلد والصعد. لا طولت هنا بالشام ولا بلح اليمن. طب ما هو تقريبا الموقف اللي انت فيه دلوقتي يشبه كده. بعد ما رحت قلت للدكتوره سلوى وهي قالت لي يوسف على كل حاجه. سلوى؟ سلوى دي طلعت بنت كلب وسخه. هي برضه؟ بقى يا راجل، في حد يروح يقول للدكتوره سلوى على اللي بيني وبينك عشان تخلي الوليه عندها امل لسه؟ جاي انت كده في اي مصلحه؟ مصلحه ايه بس يا حياه؟ ما هي اتربقت من كل حته. بصي يا حياه، نتكلم جد شويه. اللي احنا فيه ده مش هينفع غير ان انا اروح اجيب مأذون دلوقتي واكتب عليك. صدقيني يا كده يا مش هتعرفي تاخدي مليم اللي اسمه يوسف ده. ليه؟ احنا مش معانا كارت الميموري؟ طبعا. بالمناسبه هو ما جابلكيش سيرته خالص. ولا فتح بقه بكلمه. ولا فتح بقه. يبقى في حاجة في دماغه ولازم نعرفها. مش لما أعرف إيه اللي في دماغك الأول؟ أنا دماغي مشلولة من امبارح وأعصابي سايبة. يا حرام، أمال فين الولية اللي أنت متجوزها أم شبشب دي؟ مش مفروض برضه أنت بتغيري منها ليه؟ والنبي حطها في دماغك ليه؟ هو أنت كنت حاطة عينك عليا ولما عرفتي إن أنا متجوزها اتضايقتي؟ طب وحياتك، انا مستعد اطلقها دلوقتي حالا لو قلتي ان احنا هنتجوز. نادل واطي. وانا لو نادل واطي كنت وقفت جنبها في المحنه اللي هي فيها. ده انت ما تعرفيش. استني احكي لك، والله هتتبسطي وتفرفشي. انا مش شايفه ان في اي حاجه حواليا ممكن تبسط. لا لا، لو عرفتي تتبسطي قوي. مش سلوى خلاص بقى. يعني ايه؟ غيتينا يا ست. ايه اللي بيحصل؟ مصيبة وجت على نفوخنا ونفوخ اللي خلفونا يا ست. مصيبة ايه يا راجل انت ما تقدرش؟ ثلاث لجان، التموين والصحة وحقوق الإنسان مع بعض التلاتة يا ستهم. ومين بقى اللي ادانا المهموس ده إن شاء الله؟ أنا عارف مين يا غالية، أنا عارف مين يا ستهم. ابعد عن وشي بقى، ابعد. معلش زي بعض، اتفضلي. بس يا ستي هو ده اللي حصل، علشان كده بقى انا مخبيها لغايه لما الاقي صرفه يعني في حكايه وصل الامانه دي. طب ما تقف جنبها وسدد لها. ده مش جوزها؟ دول مليون جنيه. ايه يعني مليون جنيه؟ لما اخد فلوسي من يوسف ابقى خد نصيبك وادفع لها. بقول لك يا حياه، انت مش هتاخدي ولا مليم من يوسف غير لما يلاقي قسيمه جوازنا في وشه. صح، ساعتها فعلا هيحس ان ورايا راجل وهيخاف.
يمكن ارفع عليه قضيه وافضحه، بالذات ان احنا معانا كارت الميموري. هو فين؟ ايه معي كارت الميموري معي. ما انا عارفه ان هو معاك، انا عايزاه يبقى معي. لا بصي حقيقة هو هشام، هات كارت الميموري. حاضر حاضر. يعني معاكي زي ما يبقى معايا بالظبط، احنا الاثنين كده كلها ساعة واحدة وهنبقى واحد. ما فهمتش اللي انت قلته دلوقتي. ايه؟ بقول ان احنا الاثنين هنبقى واحد. انت كده بتتكلم غلط. ليه بس؟ ما انا من ثانية بس كنت بتكلم صح. مش احنا متفقين ان يوسف مش هيديكي ولا مليم غير لما يشوف قسيمة جوازنا؟ جوازي؟ الطرف التاني هو اللي فيه كلام. يعني ايه الطرف التاني فيه كلام؟ اصل انا ويحيى خلاص هنرجع لبعض ان شاء الله.